انت ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي؟ انطقي. كنت بتتجسسي عليا مش كده؟ يا بنت اتكلمي وبطلت بحلقي في وشي بالشكل ده لحسن اخزقلك عينيك اللي بتبرنقلي بيهم دول. يا ريت يا ابله. لا يا شيخ. ايوه يا ريت، على الاقل ما كنتش شفت اللي شفته. وابويا جوزك لسه ما فاتش 3 اشهر على وفاته. معايا يا شاطره، ابوك اللي انت حاسباه عليا يا جوز ده كان عنده 65 سنه يوم ما اتجوزته. فاهمه يعني ايه 65 سنه؟ يعني كان لازم اخد نشان يوم ما اتجوزته واعمل فرح يوم ما مات. فاهمه؟ وايه اللي غصبك تتجوزي؟ ضحك علي. هو اللي ضحك عليك؟ ايوه ضحك علي، ضحك علي بفلوسه. كان يوم اسود يوم ما دخلت عيادته عشان اتعالج، خفيت من المرض وابتليت بوباء. وباء؟ بابا كان وباء. ابوك عداني بعجز وتخريفه. انا فضلت محبوسه في العوامه دي 5 سنين وكفايه لحد كده. انت من بكره الصبح دوري لك على شغلانه تصرفي بيها على نفسك. انت عندك شهاده امتياز في التمريض، ليه ما تشتغليش ممرضه في اي داهيه ولا جورنالجيه ولا مدرسه، بدل ما تطلعي على عينيا التخريف اللي بتقريه في كتب الشعر والادب اللي مليالي بيهم العوامه. طب وفرضي اني اشتغلت، ده هيمنعك عن اللي شفته بعينيا؟ بينك وبين الراجل اللي كان بيوصلك؟ اسمع اما اقول لك، اذا كنت عايزه تعيشي عندي هنا اهو فلازم تغمضي عينيكي وتسدي ودانك وتقفلي بقك. انا حر اعمل اللي يعجبني ولا قدامك باب عوامتي اهو يفوت جمل. عوامتك؟ ايوه عوامتي. ابوكي بحالي قبل ما يموت. كدابه. قدامك المحاكم يا روحي تقولي فيها اللي انت عايزاه. انا صحيح الحق عليا اللي ما طردتكيش من هنا يوم مات ابوكي. كان لازم تنكشحي من هنا انت والولية اللي اسمها حليمه في يوم واحد. وده اللي هعمله بعد كده اذا فتحتي بقك. قلتي ايه؟ أنا إيمان يا دادا. إيمان؟ إيه اللي جابك يا بنتي دلوقتي؟ هي عملتها معاك أنت رخرة يا بنتي. أنا كنت عارفة إنها هتطردك زي ما طردتني. معلش. خشي يا بنتي خشي. إنما إزاي يا بنتي تخرجك في وش الفجر؟ هي مفيش في قلبها رحمة. منها لله. معلش يا بنتي معلش، دلوقتي تشربي لك حاجة سخنة وتنام، والصباح رباح يا بنتي، صباح رباح يا اختي. عملتي ايه النهارده يا حبيبتي؟ لسه يا دادا، الوظيفة الوحيدة اللي قبلوني فيها طلبوا مني 50 جنيه تأمين، وأنا ما عنديش طبق. ما تحمليش هم حاجة أبدا يا بنتي. ما أنا لسه ما فقدتش الأمل خالص. في إعلان طالب ممرضة لواحد طبيب عيون، يمكن يكون لي اسم في الشغلانة دي. إن شاء الله، مش بنت دكتور، ابن الوز عوام يا أست إيمان. لكن إيه ده كله يا دادا؟ تعملي لي حفلة ولا إيه؟ ولا حفلة ولا حاجة، كل ده من فضل خيركم. دادا وشك فين؟ Thank you.
وصول 3:45 تأخير 5 دقايق. من فضلك في مواصلة من هنا لعزبة أبو عاصم. عزبة أبو عاصم؟ أيوه. آه وبسلامتك بقى الممرضة الجديدة. أيوه. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. شوفي بقى يا ست، المواصلة الوحيدة من هنا لعزبة أبو عاصم الموتورجل. الإيه؟ الموتورجل يعني حضرتك تاخديها كعابي من هنا لهناك. مفيش اطنبلات أجرة؟ في بس ما بتمشيش من سكة أبو عاصم لأن السكة الزراعية ضيقة خالص. كان لازم الكاريتا تقابلك وتوصلك. المسافة قد إيه من هنا لهناك؟ 6 كيلو. معلش تقدر تاخديها واحدة واحدة؟ بينها الممرضة الجديدة اللي كان لازم نفوت ناخدها من المحطة وحضرتك صهين. مش بطالة تستاهل الانزلاق. يا اهلا اهلا اهلا. الحمد لله بالسلام. الله يسلمك. حضرتك الممرضة الجديدة؟ ايوه. قلبي دليل وافتلك على طول. لا مؤاخذة يا جميل، احنا وصلنا المحطة متأخرين، سألنا عليك قالوا انك مشيت. محسوبك فتحي عاصم اخو الاستاذ احمد عاصم. ايمان عبد الرازق. عشت الاسامي. اسم رقيق وصاحبه اراء. ولد نظير. تعال يا ايه؟ تعال شيل حاجة الست الدكتور. حاضر. اتفضلي. نحيف قوي لكن طاعم. امشي ولد. حضرتك. لا 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 اتفضلي قدام، قدام احسن. ما كانش ممكن غير كده. على العموم انت خف الريشه، طول ما انا معاكي ما تحمليش هم ركوب الكاريتا ابدا. الله، هي الدنيا بارد للدرجه دي؟ معلش الصبر جميل يا جميل. خلاص يا بجم. ايوه يا فندم. مستني ايه؟ قربنا نوصل. انا مش عارف كنت هتخبط المشوار ده كله لوحدك ازاي. الله صحنا في ايه حالا وعشتك مصر. انا عارف طبعا ما فيش عندنا لا سينمات ولا فسح ولا فترينات، لكن ما تحمليش هم، محسوبك مسلي مسلي جدا. معلش ده باين عليك تقيل قوي، لكن محسوبك صبور صبور جدا. السرايا بانت هناك اهي. قديمة لكن هتعجبك. انا سايب الدنيا باللي فيها وعايش في المنفى ده عشان خاطر احمد اخويا، وهو لازم يبقى جنبه في محنته وهو اعمى. مين غيري ممكن يبقى امين وحصين على امواله واطيانه المسكين؟ الله الله، انت ليه براوي كده؟ انا قصدي اسندك. محدش يسند الناس من رجلها. معلش عيب اني متسرع، متسرع جدا.
ادي احنا وصلنا. احلى حاجه ان الواحد يوصل. يا جميل، وبعدين في الدلال ده بقى يا ست الكل، ده انا قصدي اريحك زي ما ركبتك انزلك. ده انا الود ودي اشيلك لغايه جوه والله. طول عمرك خدوم يا سي فتحي، انسانيتك مغرقه الدنيا. دي حكمه زي ما تقولي كده، الرئيسه بتاعه الخدمين اللي كانوا زمان بيقولوا عليها المهمندار بتاع البيت. اطول لسان في المديريه. طيب عن اذنك يا جميل، اصلي لطه يا جماعه فلاحين في المكتب من الظهريه، اخلص منهم وافضالك. شوفي شغلك. دخل الشنط جوه وحطهم جنب الباب. حاضر. اتفضلي. اتفضلي. ان شاء الله يطول وجودك هنا معانا وما تعمليش زي غيرك. زي غيري؟ اه، ما هي اخر واحده جت هنا تاني يوم لقيناها على المحطه بقميص النوم، وبعت تطلب بقيه حاجتها. ليه؟ في ايه؟ ما اعرفش. الهانم الكبيره منتظراكي جوه في الصالون، وانا هقول للسواق يطلع الشنط في اوضتك. لا لا ارجوك خلي الشنط، استني شويه. نخليها. اتفضلي. اتفضلي يا بنتي. اهلا وسهلا. لا مؤاخذه ايدي اليمين مشلوله. اتفضلي استريحي. مالك يا بنتي؟ مفيش حاجه يا هنا. ندمانة انك جيتي وعاوزة ترجعي، مش كده؟ مش عاوزة تردي عشان مش عاوزة تكذبي يا هانم. انا عارفة، بس ارجوكي اديني فرصة عشان اشرح لك حالة ابني وظروفه، وبعدين انت حرة. احمد اول ما هتشوفيه هتفكري انه وحش ما يعرفش معنى الانسانية او الرحمة او التفاهم، لكن أحلف لك بكتاب الله إنه غير كده بالمرة. بس محتاج للي يفهم ويقدر ظروفه ويستحمله لغاية ما يسترد إيمانه وثقته بالدنيا وبالناس اللي فيها. هيتهيالك إني مجرد أم بتدافع عن ابنها، لكن لو تعرف الحقيقة هتصدقيني. ابني شاب صغير، ورغم شهرته ككاتب وأديب كانش يعرف الدنيا والناس على حقيقتها. أحمد ضحية واحدة مننا، علشانها كره كل امرأة في العالم. كان خاطبها، وضع كل أمله فيها، كان عايش عشان يسعدها. سعاد؟ أيوة، سعاد اللي كان اسمها بيظهر في كل كتاب من كتبه وفي كل رواية نشرها. في يوم من الأيام اكتشف إنها بتخونه، اسودت الدنيا في وشه.
ركب عربيته وهو مش حاسس بحاجة ولا شايف حاجة. اصطدم في شجرة ومن يومها وهو أعمى. أنا فاكرة إن الجرايد اتكلمت عن الحادثة دي. الجرايد اتكلمت عن الحادثة، لكن محدش عارف المأساة المؤلمة اللي وراه. أحمد ما فقدش بصره بس، أحمد فقد الثقة في كل امرأة في الدنيا. تعرفي يا بنتي، أحيانا بتخطر لي فكرة غريبة. أحيانا بفكر إنه حتى بيكرهني أنا، أنا أمه، لمجرد إني امرأة. أنا عاوز أبين لك الفرق بين لما يكون مع أمه ولما يكون مع أي حد تاني، خصوصا إذا كانت واحدة ست. أرجوك أرجوك يا بنتي، حققي للرغبة دي على الأقل، وبعدين أنت حرة. حاضر يا هانم. ساعديني يا بنتي. حد غريب معاك يا ماما؟ لا يا ابني. غريبة؟ ما الكلب ماله كده؟ طيب اسكت يا روي. ازيك النهارده؟ زي كل يوم ماما. نعم يا حبيبي. ايه حكاية الممرضة الجديدة دي؟ انتوا صحيح جبتوا ممرضة جديدة؟ الدكتور هو اللي. هي فين؟ في اوضتها. طب من فضلك قبل ما تفضي شنطها اديها معايا شهر واجره السفر، ولا تباتش هنا. بس يا احمد. ما بسش. علاجك يا احمد محتاج لممرضه. قلت لك 100 مره مفيش فايده من العلاج. برضه يا ابني الواحد لازم يتمسك بالامل. الامل. الكلمة دي بتنرفزني ومش عايز اسمعها ابدا يا ماما. انا علاجي الوحيد اني ايأس، اني احس اني اتولدت كده. ما تجيبليش سيرة الامل ده تاني. يا ابني الدكاترة بيقولوا. الدكاترة بيحللوا الفلوس اللي بياخدوها. انا اعرف اللي عندي اكتر من الدكاترة. وفيها ايه يا ابني لما تيجي الممرضة تنظم لك مواعيد الدواء وبقية العلاج؟ انت عارف اكتر من اي واحد تاني ان حقنة النخاع دي اللي بتاخدها كل يوم تحتاج لدكتور حتى مش ممرضة. لسه هتجيبيلي سيرة الحقن؟ انا زهقت من الحقن، زهقت من بلاش تشرب بلاش تدخن بلاش تسهر. الواحدة فيهم ناقص تقول لي بلاش تعيش. ما هو كل مصلحتك يا حبيبي. مصلحتي ان اعتقد نهائيا ان هفضل طول عمري اعمى. مصلحتي اني اشرب واشرب لغايه ما اطلفش وانام. اعمل معروف يا ابني ما تجيبليش سيره الشرب دي. هو انا ليه سلوى غير الشرب؟ الشرب بيأثر من الليل الطويل اللي انا عايش فيه. لكن يا احمد. اسمع يا ماما. نعم يا ابني. لازم تعرفي ان لو كان مكتوب لي ان اشوف النور على ايد واحده انا افضل اعيش اعمى. كان نفسي تريح قلبي يا احمد. اريحك يا ماما، ولو اني حاسس ان الحكايه بقت زي النكته القديمه. خلي الممرضة، خليها إذا كان ده يبسطك، لكن لما تطفش زي اللي قبلها أنا مش مسؤول. دي حاجة تانية خالص يا أحمد، لو شفتها هتفتح لها قلبك. لو على كل حال يا ماما، أنت الإنسانة الوحيدة في العالم اللي أنا فتح لها قلبي من غير ما أشوفها. بكرة يا ابني ربنا هيشيل الغمة دي وكل شيء يرجع. ما تكلمينيش عن بكرة.
الليل اللي انا فيه عمره ما هيطلع له نهار. احمد اتنرفزت عليكي تاني، ما فيش فايده، انا اتعودت اغلط وانت اتعودت تسامحي. قولي لي يا ماما ازيك انت وازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. ودراعك احسن؟ احسن بكتير. ارجوك يا ماما تقولي الحقيقه. يعني لازم اقرص لك ودانك بيه عشان تصدقني؟ لكن برضه افتكر لازم تسافري بره زي الدكاتره ما نصحوكي. حالا نسيت رايك في الدكاتره يا احمد. صدقني يا ابني مفيش لزوم لصحك. اصدقك وامري لله. اسيبك انا بقى واطلع اشوف الممرضه الجديده، زمانها فضت شنطتها. اتفضلي يا ماما. وما فيش لزوم طبعا تتعبي نفسك وتجيبيها لي الا لما يوصل الدكتور. حاضر. ادي اللي فاضل من ابني احمد. عم منصور بيسال اذا كان سواق الكاريتا يمشي ولا يستنى. هي الكاريتا مستنياني انا؟ ايوه يا بنتي. خليهم من فضلك يودوا لي الشنط في اوضتي. ده مش معقول، ده مش ممكن، ده مش ممكن ابدا. انا ليه يمكن اعمل كده؟ اما ايه ده؟ لا يمكن. ايه ده؟ في ايه؟ جرى ايه يا عبد المعطي؟ يستحيل استهانم، يستحيل. ايه هو بس اللي يستحيل؟ يستحيل اقبل الوضع ده ابدا. انت يا تستهانم شايفاني قدامك بني ادم ولا حمار؟ بني ادم طبعا يا عبد المعطي. امال ازاي الاستاذ المؤذي المؤذي جدا اللي اسمه سي فتحي يهني انا؟ انا عبد المعطي ابن عبد المعطي ابن عبد المعطي. يلخ 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 يضربني على قفايا، ولما اقول له عملت كده ليه يقول لي قفاك شتمني ولازم اقدبه. انا كرامتي راحت في الارض، انا اللي اسمح له بكده وبس. سي احمد فقط لا غير. طب تسمح تهدي نفسك وتقول لي فتحي عمل معاك كده ليه؟ خصم عليا تمن ازازتين الويسكي اللي كان عايز يشربهم لسي احمد، فانا كسرتهم عمدا مع سبك الاصرار والترصد بناء على امر. طب بس بس ما تزعلش، انا هديك حقه. 8 جنيه تمن ازازتين الويسكي و2 جنيه بدل اهانات وشتائم احولهم على مهر فاطمه. حاضر. اعرفك بقى بالانسه ايمان. انسه ايمان؟ لا مؤاخذه والله ما خدت بالي. حضرتها الممرضه الجديده بتاعت احمد. اهلا وسهلا ومع السلامه. انستينا وحتوحشينا، وان شاء الله راجع مصر الليله دي ولا بكره الصبح. ايمان هتقعد معانا على طول. على ايه؟ على طول؟ مش معقول. هي اتعرفت بسي احمد ولا لسه؟ هي عرفت عنه ما فيه الكفايه. اذا كان كده بقى تسمح لي الممرضه السادسه عشر اقدم لها نفسي. محسوبك عبد المعطي الثاني عشر. ابا عن جدا نظار زراعه عيله الاستاذ احمد عاصم. امتاز انا عن ابائي واجدادي السالفين واللاحقين باني اخصائي متضلع في علم النباتات. اخر ابحاثي اللي توصلت اليها ان الانسان في كونه وتكوينه وكينونته اصله نبات. ازاي؟ معرفش. اتفضل يا دكتور. اتفضل. ازاي يا عيشه انا من النهارده؟ الحمد لله. وازاي الراجل بتاعنا؟ زي ما هو. هي ايمان قبلت الاستاذ ولا لسه؟ ايمان قبلت العمل. عال عال على كده السرايا هتنور جدا، بس ربنا يحميها من الفار اللي هيضلمها. انا كمان عندي اخبار كويسه لعيشة هانم. خير يا دكتور؟ الدكتور عباس بعت لك وياه رساله بيبشرك فيها ان علاج حالتك مضمون 100% في مصحه معينه في سويسرا، بس بيقول انك لازم تسافري فورا قبل ما تشتد الحالة اللي عندك. يا سلام عليك يا دكتور لما تدي الدواء المر ببرشامة مليانة شوكولاتة.
افهم من كلامك ده ان الحاله عندي خطيره لدرجه ان السفر ضروري. انا واثق ان السفر والعلاج هيخففوا الامك. انت عارف يا دكتور اني ما اقدرش اسيب احمد ابدا لوحده. الالم اللي بحس بيه دلوقتي في دراعي بس، لكن الالم اللي هحس بيه لما اكون بعيد عنه هيكون في قلبي. قلبي فيه اللي مكفيه. سافر انت يا طنط وطمني. طمني جدا، انا هنا عينك الساهره على احمد اخويا. اوعدك يا دكتور اني اسافر اول ما احس ان احمد هيلاقي اللي يعوضه عن حناني. اذا اسكت مؤقتا، ودلوقتي مش يلا بينا نقدم لمريضنا العزيز ممرضته الجديده؟ عندك حق، ساعديني يا بنتي. فحضرتك رايح تشتكيني للست الكبيره يا ثاني عشر؟ لا 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 لا، انا ما اسمحلكش الحكايه دي ما تكررش تاني ابدا. ليه بقى؟ هي مين انا كخه ومن احمد دحه؟ هي فين يا اما كان سي احمد بيعملها؟ يا ريت يا سيدي ترجع الايام دي تاني. ولو انه ايه؟ ولو انه لما كان بيعملها كان بيعملها هنا مش هنا. بطل العاده دي بقى، صلاتي على كل حاجه. اسكت انت وخليك في حالك. خليكي في حالك انت الاول يا شيخه، ده الواحد دلوقتي بيخش اوضته يدور تحت سرير اللي هتكوني لبداله. مساء الخير يا استاذنا. اهلا دكتور. ازيك النهارده يا احمد؟ ما زهقتش من السؤال ده؟ انت زهقت منه؟ انا زهقت من الاجابه عليه، انت عارفها كويس قوي زي كل يوم. تسمح؟ من حق. انا جايب لك معايا الممرضه الجديده، الرابع ايمان، الانسه ايمان عبد الرازق. ايمان. ايوه دكتور. الرب يسلم على الاستاذ احمد. اهلا وسهلا. ايمان ممرضه ممتازه، ابوها الله يرحمه كان دكتور زميلنا، وهتقرا لك زي ما انت عايز من غير ما تنصب الفاعل ولا ترفع المفعول. من فضلك لما عاوز حاجه حاب اطلبها منك. حد يديني سجارة. اتفضل يا اخوي. اتفضل. عايز حاجة تانية يا احمد؟ لا متشكر. وانا مش عاوز حاجة مني يا ابني. متشكر يا ماما. خلاص؟ عملتوا اللي عليكم؟ سألتوني إذا كنت عايز حاجة، لكن ما سألتونيش عن الحاجة اللي أنا مش عايزها. ما حدش يعني سألني. أنا أسألك إيه هي الحاجة دي اللي أنت مش عايزها يا أستاذ أحمد؟ أنا ما وجهتش لحضرتك الكلام، وأفتكر إنك تخليكي في عملك وبس. أنا من صميم عملي إني أعرف إيه اللي أنت مش عايزه عشان أبعده عنك. متأكدة إنك هتبعدي أي شخص أو أي حاجة أقول إن أنا مش عايزها؟ أيوه، بشرط إنك تكون متأكد إنك مش عايزها. ما شاء الله، هو في حد ما يبقاش عارف إذا كان عايز حاجة أو مش عايزها؟ طبعًا، ده في ناس بتعيش حياتها كلها من غير ما تعرف هي عايزه ايه بالظبط. ولو كان كل واحد في الدنيا عارف ايه اللي عاوزه واللي مش عايزه ما كانش يبقى في حاجه اسمها الندم. ما تحاوليش تستعرضي كلمتين حفظاهم. الكلام اللي بتقوليه ده عمره 2000 سنه. الكلام ده عمره ما كان صح بالنسبه لزمن قد ما هو صح بالنسبه للعصر اللي احنا عايشين فيه. الانسان النهارده اكتشف اسرار الكون، ومع ذلك لسه عاجز عن انه يكتشف اسرار نفسه. انا مش جايبه الكلام ده من عندي. بص الابطال الروايات اللي هزت المسرح الحديث من اول ادسن لحد رواياتك، تلاقي ازمتهم واحده، مش عارفين هم عاوزين ايه بالظبط. انا اتحداك يا ست ايمان. انا مثلا عارف بالظبط ايه اللي انا عايزه دلوقتي. ايه هو؟ ان حضرتك تيجي معايا زي الشطره اديكي فكره عن سير العلاج. اسمحي. اما بقت حته اوضه يا فطومه، يا رب وعدنا يا رب. بس على الله تقف وما تطفش زي غيرها. لا دي باين عليها حاجه تانيه خالص، انا حاسس ان ادمها ادم خير. مساء الخير يا جماعه. مساء النور، مساء الانسانيه والذوق واللطافه. الخ الخ الخ
كمان مش قد المقام. ملائكة الرحمة لهم قصور في الجنة، فمش كتير عليهم بحور في الأرض. بحور بالشكل ده يا عبد المعطي. عبد المعطي الثاني عشر، ودي فطومة خطيبتي حاليا، وأم الثالث عشر مستقبلا. اتحشم يا ثاني عشر. ايه كلها شهر بنتجوز يا فطمطم، وبعد تسعة تانيين يطب ولي العهد. اه من حق، قوليلي انت محوشة من المهر لحد دلوقتي كام؟ هي اللي بتحوش. انا بحوش عندها. فطومة هي الخزنة وهي كمان المفتاح. ربنا يهنيكم بعض ويسعدك انت كمان ويجعل قدمك سال اخضر علينا كلنا. بمناسبة الخضرة، انتوا ليه سايبين الجنينة مهملة بالشكل ده؟ والله يا ست اللي في ايده الحكاية دي ما هوش فاضلها. مين هو؟ هيكون مين غير هادم اللذات ومفرق الجماعات الثعبان الارقط الهارب من جنينة الحيوانات، الاستاذ فتحي عاصم. الكابتن وصل. اهلا عم منصور. مساء الخير يا ست ايمان. مساء الخير. ايه ده كله يا عم منصور؟ دي وليمه مش عشاء. بالهنا والشفا، جو العزبه هنا جميل ويفتح النفس. الله الله، الفشل في الدباين عليه هايل. ده عمايل فاطمه بنتي. فعلا فعلا، اما عليه ريحه، ريحه جميله، ريحه لذيذه، ريحه نتنه. تقول ايه يا حيوان انت؟ حيوان بقى ده جزات اللي بمدح فيك واقول عليك ريحه نتنه؟ انا كنت دلوقتي بشبه كل واحد بريحه ورده من الورود. الاستاذ احمد ريحه المشمش، عم منصور ريحه القرنفل، الست ايمان ريحه الفل، حضرتك ريحه نتنه. اخلص. ريحه نتنه من الريحان يعني، ما سمعتش عنه؟ طب نجرب مره منك. له له لها كمان. انا ما عنديش مانع اكل معاك يا جميل عشان افتح نفسي، هو كمان يبقى عيش ومال. ها والله انا تعبانه وماليش نفس وحنام بدري الليله دي. تعمل رجيم ولا ايه يا جميل؟ لما تعرف ان جسمك ده جسم مانيكان، جسم صحيح معمول ظبط، محندة نونو، لكن طعم على راي اللي قال انت صغيره ولذيذه زي الكوكاكولا. عطشان قوي يا كوكاكولا. ارجوك تخرج من هنا ولا هخرج انا. يا سلام، لما كنتش عصبي قوي كده وبتنرفز بسرعه. اتفضل. معلش. صبر جميل ومن صبر ظفر ولو بعد حين، ومحسوبك صبور، صبور جدا زي بعض. الجايات كتير. صباح على خير. انت مش ناوية تخلصي بقى؟ دي ما كانتش حقنة دي. انا اديتك الحقنة خلاص. اديتيني الحقنة؟ ايوه. غريبة، من غير ما احس بيها؟ لازم حضرتك كنت مركز تفكيرك في حاجة مهمة قوي. ده انت اللي يظهر ايدك خفيفة قوي. الله يحفظك. انت هتهزري معايا ولا ايه؟ انا ابدا. انت كلامك كتير وبتتجاوزي حدودك اكتر من لازم. بس ما بسش. متأسف. ما تعمليش حاجة إلا مطلوبها منك. أقرأ لحضرتك الجرايد؟ لا. أي خدمة تانية؟ قلت لا. من إذنك. استني. هي الساعة كام دلوقتي؟ 10:30. الصبح. زي بعض. افتح البار وهاتي إزازة ويسكي وكوباية. لا. بالميه ولا بالصودا؟ سك. زودي الويسكي شويه. شكرا.
هو الدكتور مش قالك ان الشرب يضرني؟ فعلا الدكتور قال ان الخمره بتهد اللي احنا بنبنيه. وبتديها لي ليه امال؟ انت اللي طلبتها. يعني بتاخديني على قد عقلي زي الاطفال؟ بالعكس، لو كنت طفل كنت منعتها عنك، لكن المشكله انك راجل، راجل تقدر اللي يضرك من اللي ينفعك. كده في حاجه قدامي غير كده؟ على الاقل تحللي ماهيتك وتعملي ان قلبك عليا. اذا كان قلبك مش على نفسك. انت بتشربي خمره؟ عمري ما دقتها. عايزه تفهميني انك قديسه، ان رابعه العدويه طلعت من القبر وعايشه معايا تحت سقف بيتي اتمرضنا نفس الصنف. لكن مش انا اللي خل عليا الخدع ده، انا عارف ان كل واحده فيكم على حقيقتها، ما هياش اكتر من رابعه العدويه في النص الاولاني من حياتها. أستاذ أحمد، أنت ما قدرتش تقنعني إنك إنسان وحش، ومفيش فايدة من اللي أنت قلته ده كله. يعني إيه؟ الإهانات دي كلها مش هتحقق هدفها. أنت تقصد إنك تتخلص مني وتخليني أطفش؟ والله إذا كان عاجبك على كده خليك. لو أنت فعلا كده ما كنتش أستنى ثانية واحدة، لكن أنت مش كده. يظهر فيه معرفة قديمة. فعلا. ازاي؟ انا قريت كل كتاب كتبته، كل قصيدة نشرتها، كل حرف، كل كلمة. الصورة اللي اترسمت في ذهني عنك غير القناع اللي انا شايفاه دلوقتي عليك. يا استاذ احمد، انا اعرفك من زمان، اعرفك من قبل ما اشوفك. عن إذنك. ده المائية ناقصة 2 جنيه يا سي فتحي. دول مصروفين منك عشان الاطباق اللي كسرتها أول امبارح. فاكرين مال أخويا سايب ولا إيه؟ ده انا احترت في السلمه المكسوره اللي انا كلمت سيادتك علشان نصلحها. ده انا رجلي كانت هتنكسر. رجلك انت معلش، لكن الاطباق لا. اتفضل وريه عرض كتاب. اتفضل. حاضر. ايه ده يا سي فتحي؟ ايه انت كمان؟ المهيه مش انفاضه خالص. احسب زي الناس يا سي زفت. طب الاتنين جنيه قسط ازازتين الويسكي وسكتنا عليهم، لكن الاتنين جنيه التانيين دول علشان ايه؟ دول إعادة للفلاحين الفقراء. انت عارف اني انسان جدا. ايه جدا الله ايه يعمر بيتك. طب يلا يلا جرب برا. يلا تعال هنا. نعم. في خصومات تانية؟ الجواب ده مال في حد فتح. يعني هيكون مين اللي فتح؟ وما حدش بيدخل الاوضه دي غيرك انت. لا في حد ونص. مين يعني؟ حكمة. طب اسمع، روح عند لها حالا. فاهم حالا يا ريت؟ عاوز حاجه؟ الجواب ده مين اللي فتحه؟ انا. انت؟ ايوه انا. انا مش قلتلك 100 مره ما تدخليش الاوضه دي؟ فتحت الجواب ده ليه؟ علشان جايلك من البنك. وانت ايه اللي حصلك في حاجات زي دي؟ ها؟
عاوز اشوف الدفعه الاخرانيه اللي لهفتها من بعت القطن كام. انت زودتيها قوي. انت اللي بقيت ماسك ايدك قوي. وعلى مين؟ على ابننا يا فتحي، ابني وابنك، ابنك اللي من دمك ولحمك. مش هتبطلي الصوانه دي بقى وانا مش هخلص من طلباتكم؟ لو كنت خليت لي حاجه من الفلوس اللي صرفتها عليك ما كنتش طالبه منك دلوقتي يا فتحي. وعلى كل حال اللي بطلبه منك علشان كسوه وتعليم ابننا. وطي صوتك. حاضر، حوطي صوتي بعد ما وطيت راسي. بس اعمل معروف يا فتحي، خلي في قلبك رحمه. ابننا عزت في غربته محتاج لفلوس علشان ياكل ويتكسي ويتعلم. وبعدين في الورطه دي بقى. ورطه؟ ومن 8 سنين ما كانتش ورطه؟ لما خدعتني باسم الحب ما كانتش ورطه؟ لما خدت فلوسي ما كانتش ورطه؟ فاكره لما هتقعدي تقوقي من هنا لبكره هتاخدي مني حاجه؟ طبعا. دلوقتي بقيت ام قويق بعد البلبل ما جه. قصدك ايه؟ فتحي، انا شفتك امبارح وانت خارج من اوضه البنت الممرضه الجديده. ما تجيبيش سيرتها على لسانك الزفر ده. اذا كنت خايف عليها قوي كده ابعد عنها، احسن لك واحسن لها. يعني ايه؟ اللي ياخدك مني اشرب من دمه. انا راضيه باللي فاضل لي منك يا فتحي، لكن اذا حد هوب ناحيه اللي فاضل لي ده. بس بقى انا مش حاضر استحملك اكتر من كده ابدا. دي خطوة عزيزة أوي. تأخرت عليا يا فتحي، قلت أجيلك بنفسي. دي أوضتي نورت يا أحمد. أنت أدرى. كويس إن عندك هنا دفع. ده أنا أوضتي زي التلج. يا ريتني جيت لك من بدري. حتى روي حس بالدفع اللي عندك. ادي جزات اللي بتكل على منصور في انه ياخد باله من دفايه اوضتك. منصور، منصور، ما تزعلش قوي نفسك كده يا فتحي، حاسب على اعصابك. ازاي بس يا احمد؟ ده انا لو قلت اضحي بروحي علشانك اضحي بيها والله العظيم. الله. صادق يا فتحي، صادق. نعم يا فندم. تعال هنا. استنى يا فتحي. يا عم منصور. افندم، انت ما بتاخدش خشب كفايه علشان دفايتي؟ مش معقول يا احمد، مش معقول ابدا. ده هو انا كسلان. امشي جرب ورا، والخشب عندك كتير مخصوم منك. مفيش داعي يا فندم، روح انت يا عم منصور. بس من هنا ورايح احب انك تاخد بالك من دفايتي. من عينيا يا فندم. تسلم عينيك يا عم منصور. من حق يا فتحي، ما هي عم منصور ابقى زودها 2 جنيه. انت بتدلع الناس دول زياده عن اللزوم يا احمد، دول مرده. ما افتكرش يا فتحي ان اقصد يحوش الخشب عند دفايتي. الاساءه دي ما يفكرش فيها واحد زيه. اتفضل يا احمد، صحتك. من حق. ايه رايك في الممرضه الجديده؟ ده انا اللي اسالك السؤال ده. انا قصدي عن شكلها. شكلها؟ شكلها يا سيدي يحض على الفضيله ومكارم الاخلاق. شكل زي ما تكون الطبيعه كده تفننت في تلخبيطه. مناخير قد البطاطسايه. عينين زي خرم الابره. حاجه كده ملخبطه، لا ليها شكل ولا منظر. غريبه. صوتها اداني احساس تاني خالص. اهي جسم عجالي متركب عليه صوت حريمي. واحنا عايزين من شكلها ايه؟ المهم تثبت انها ممرضه كويسه وخلاص. مش ده رايك ولا ايه؟ رايي؟ رايي لسه ما كونتوش. لكن تاكد ان كلامك ده هيكون له تاثير كبير في الراي النهائي اللي هكونه. لا ده بس ياتي شكيته وسخه بقى. فضالك اشرب اخويا اشرب.
خير يا ايمان. حضرتك نمت كويس؟ اصلا انا عارفه ان حقنه النخاع اللي خدتها امبارح متعبه شويه. يعني اهو لما بيجي فيني النوم بقنع نفسي ان الليل اللي بتعرفوه انتوا لسه ما جاش. اقعدي في الكرسي اللي قصادي. مستريحه في اوضتك؟ ايوه. مش لازمك حاجه؟ لا ابدا. لا مؤاخذه. عاجبك جو العزبه؟ انا طول عمري كنت اتمنى اعيش في الريف. انا حاسس انك هتطولي معانا شويه. يظهر اني نجحت في الامتحان. يظهر انك اقصر مني بحوالي 10-15 سنتي. ده صحيح. انما عرفت ازاي؟ مش كده؟ ايوه. من المستوى اللي جايلي منه صوتك. انا مضطر في الصوره اللي بكونها في خيالي عنك ان اعتمد على الاستنتاج. الصوره دي قد كده ضروريه؟ محدش يعرف قد ايه الصوره دي ضروريه الا واحد له ظروفي. واحد محكوم عليه انه يدخل في حياته انسان اخر. من حقي على الاقل ان اعرف كل حاجه عن الانسان اللي هيعيش معايا بحكم عمله. أنا مستعد أجاوب على أي سؤال. أنا أفضل أعتمد على نفسي. ومع ذلك أنا عرفت حاجات كتير عنك. طولي وإيه تاني؟ أخلاقك، ثقافتك. الحقيقة اللي محيرني شكلك. ويهمك كتير شكلي؟ يهمني إن أعرف، لكن ما يهمنيش هو إيه. إذا كنت تحب أوصف لك نفسي. محدش يقدر يوصف نفسه. حاسة اللمس عندي بتقوم محل النظر. فلو لمست تقطيع وشك أبقى كأني شفتك. إذا كان ده يريحك ما عنديش مانع. فعلا ده يريحني. وفي الوقت نفسه يفسر لي حاجات كتير بشك فيها. تصور حاجة تانية غير اللي عرفتها؟ فعلا. كبريت اهو. اديني اولع على نفسي. اسمح لي احاول. خير يا استاذنا. اهلا فتحي. ايه انت بتخوني ولا ايه؟ يعني ايه؟ قصدي يعني انك خنتني امبارح الصبح. شربت من غيري وجيت عندي بالليل وما قلتليش. امبارح كان حاجه والنهارده حاجه تانية. يا ترى ايه اللي جرى في الدنيا؟ حاجات كتير. الحاجات الكتيره دي تخليك تشرب من غير ما تقولي؟ انا امبارح ما كنتش بشرب عشان اسكر، لكن عشان ارتكب غلطة. غلطة كبيرة الحمد لله انها ما حصلتش. النهاردة بقى هتشرب عشان تصلح الغلطة دي، مش كده؟ بالليل يا فتحي بالليل.
اتهيألي ان الأنسة ايمان هتفضل معانا على طول. المرة دي يا فتحي احساسك في محله. الظاهر انها نالت الرضا. كم مرة رضا طبعا. واضح جدا انك كونت رأيك بسرعة. الفضل لك. رأيك انت هو اللي خلاني اعرف الأنسة ايمان من غير ما اشوفها. والله انا قلت لك رأيي بصراحة. عيبك يا فتحي انك ما بتعرفش تكذب. سلم يا روي. سلم. لا 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 عيب. الناس طيبين. سلم بايدها اليمين. ايوه حتى روي عايزاه يمشي حسب الاوامر. لغايه دلوقتي هو بس اللي بيسمع كلامي وبيثق فيا. على كل حال انا اثق في روي وفي طريقته في الحكم على الناس. ويا ترى روي خد قد ايه عشان يكسب ثقتك دي؟ 5 سنين. انا اشتريته في مزاد عملته كليه البوليس للكلاب اللي حالتها على المعاش. باين عليه انه عندي الدرجات دي. لا، هو الكليه كانت استغنت عنه عشان كان لازم يغير بيئته اللي نشأ فيها. والفته كانت ماتت زعل عليها قوي. يا ترى في بين الناس المخلص اللي يتأثر للدرجات عشان واحده؟ لا مش ممكن، لان مفيش امراه تستحق ان حد يبكي عليها. وفي الكلاب ممكن؟ ممكن قوي. خلاص يا روي تبقوا سبقتونا. حصة روي تخلص بقى علشان معاد حصتي. عندك حق. احنا هنقرا ايه النهارده؟ نكمل ديوان ابن الروم تاني. انا اعرف شاعر لا يقل عنك وبرتاح اكتر لما اقرا له. مين؟ انا معايا ديوان الشموع السوداء لأحمد عاصم. ايه بس اللي حيجيب ابن عاصم لابن الرومي؟ انا شخصيا بيعجبني شعره. ايه يعني اللي بيعجبك فيه؟ حاجات كتير. زي؟ يمكن علشان في قصيدة مرتبطة بحياتي اللي فاتت لفترة من عمري ما شلتش فيها هم ولا اتحرمتش فيها من الابتسامة. يبقى بتحبي في الديوان ده نفسك. ده صحيح، ولو اني ملاحظة فيه حاجة غريبة. ايه هي؟ زي ما تقول كده، كل ما تصفحه بحس اني قاعده في وسط 40 واحد بيضحكوا وبيزقططوا ما عدا واحد. واحد بس قاعد في الاخر مبلم وزعلان ومالي عينيه الدموع. اشمعنى يعني 40 واحد؟ عشان هم 40 قصيده. انت مش عارف كده ولا ايه؟ ما عدتهمش. عارف المبلم الزعلان ده؟ مش عايز اعرف. ازاي؟ ده صاحبي. صاحبك؟ ايوه. القصيده الحزينه اللي في اخر الديوان ليا بيها علاقه قديمه. علاقه ايه؟ علاقه عمرها 4 سنين. مش فاهم. انا غنيتها في المدرسه ولغايه دلوقتي عندي صوره وانا بغنيها في الحفله بالضفاير الطويله والشريط الاحمر. طيب طيب. دي معانيها حلوه قوي. لا معاني ولا حاجه. ليه التواضع ده؟ لا تواضع ولا حاجه. رجعيني اعملي معروف لابن الروم. انا مصممه على ابن عاصم. يا قصيدتك فيها صور، صور جميله جدا، صور حيه. من فضلك. انا عمري ما قريت صوره اوضح للخيانه من الصوره دي. عمري ما حسيت بعذاب ابلغ من العذاب اللي في القصيده دي، خصوصا لما بتقول لا تكذبي اني رايتكما ودع البكاء فقد كرهت الادمع. ما اهون الدمع القصور اذا جرى من عيني كاذبه فانكر وادعى. اني رايتكما اني سمعتكما عيناك في عيني في شفتيه في كفيه في قدميه. مش ضروري تفهمي حاجة، مش ضروري تنسي نفسك. هنا مين اداكي اذنك؟ المفروض اني بس لازم تعرفي انك بتاخدي ماهيتك على اللي انا عايزه مش على اللي انت عايزاه. اخرجي بره. اذا اتكررت الحكاية دي مرة تانية يبقى هتخرجي من العزبة خالص. انا بره. اخرجي بره. Thank you.
تعالي اسنديني يا بنتي. سلامتك. انا مش هقول لك ما تزعليش، عارفه ان ليكي حق تزعلي. انا عرفت دلوقتي كل حاجه. احمد هو اللي قلب نفسه. اللي محيرني يا عينم انت ما عملتلوش حاجه. يا بنتي انت لا عملت حاجه ولا هو عمل حاجه. كل ده يا هانم ولا انتوا الاثنين ضحيه، ضحيه الماضي المؤلم اللي لسه عايش فيه احمد. بس انا ما جبتش ابدا سيره الماضي. يا بنتي انت احييت الماضي بكل اسوته من غير ما تقصدي. انا القصيده اللي قريتها له. لا تكذبي، دي كانت اخر حاجه كتبها بعد ما اكتشف خيانة الست اللي كان بيحبها. انت حطيتي ايدك على الجرح وضغطتي بكل قوتك، انت نفختي في نار كان غطاها الرماد. شفتي؟ انا ما تقوليش حاجة، انا مش جاية عشان اسمع منك اعتذار. احمد هو اللي بعدني عشان اعتذر لك بالنيابة عنه. ايوه هو اللي بعيد. وانا دلوقتي لما بترداكي انك تروحي له بتكلم بلسانه. يلا يلا يا بنتي. ابتسامتك الحلوة اهو كده. يلا يلا يا بنتي. انا من زعلانة. انا هصدقك وهتصور انك سامحتيني. أنا كمان عايزة أصدق إنك سامحتني. بيتهيألي إن غلطتي كانت كبيرة خالص لدرجة إني مش هزعل لو ما سامحتنيش. وزدتك دليل على إني سامحتك. هرضى عن نفسي. أنت بتقولي إنك سبق غنيتي القصيدة دي في المدرسة. أيوة. لكن خلاص أرجوك تغنيها لي تاني. عايز أعرف أنت غنيتيها إزاي. بس أرجوك. انت مستنية ايه؟ Thank you.
فقد كربت الأدمار. ما أهون الدمع البسورة إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودع ودع. إني رأيتكما، إني سمعتكما، إني رأيتكما، إني سمعتكما. عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات، تنزعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالآهات، بالنظرات باللفتات، بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب، بالهمس بالهمس بالآهات، بالنظرات باللفتات، بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب، بالهمس بالهمس بالآهات، بالنظرات باللفتات، بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب، بالهمس بالهمس بالآهات، بالنظرات باللفتات، بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. ويشب في قلبي حريق، ويضيع من قدم الطريق، ويشب في قلبي حريق، ويضيع من قدم الطريق، وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني، وتشد أذني فلطالما باركت كذبك كله. Thank you.
وحدني من ضيف احلامي وغدر مشاعري. لا تخجلين لا 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 تفزعي مني فلست بسائر. انقذتني من ضيف احلامي وغدر مشاعري. فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكسر فكسرته. ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته. يظهر ان صوتي ما عجبكش. ابدا الحكايه مش كده. امال ليه؟ ليه ما قلتلكيش رايي؟ ايوه الحقيقه ما كانش لازم اغني القصيده دي. على الرغم من اني انا اللي طلبتها. انت طلبتها مني عشان تجاملني. علشان ارضيك مش علشان اجاملك. وعلشان حاجة تانية. ايه هي؟ اني امتحن نفسي امتحان معين. ويا ترى نجحت في الامتحان؟ مش عارف. مالك يا فضل؟ انت مش بتقول انك مش هتتكلمي الا قدام الاستاذ احمد؟ الاستاذ احمد اهو. في ايه يا فضل؟ مش قادر يا سيدي، انا حلفة على الختم. مين اللي محلفك؟ الست الكبيرة. الست الكبيرة محلفاك على ايه؟ اتكلمي. حتى الحلفان يجوز في حاجات زي دي؟ تعرفي لو ما كلمتيش هتروحي المطحن. يا ستي ربنا يسامحني بقى، اصل الست الكبيره شفتها من شويه مسرقه. فين؟ انا وديتها اوضتها وهي حلفتني ما جبتش لها الحد، ودي مش اول مره. يعني حصل قبل كده؟ يا ستي انا كنت حلفه برضو مقول. ابقى زملي انت بقى يا عبد الماضي. Thank you.
هنا. حالتي يا عمد. أرجوك يا ماما، ما فيش داعي إنك تخبي عليا. ما تخليش عذابي يزيد، أنا عرفت كل حاجة. عرفت. أخسى عليك يا فاطمة. يا ابني أنا ما حبيتش أزود همك. كفاية اللي أنت فيه. كفاية إن أكون آخر من يعلم. هو أنا مكتوب عليا دايما إن أكون آخر من يعلم؟ بكرة الصبح يا عم معطي انت وفتحي تبتدوا تعملوا اجراءات السفر. وزوم ايه السفر ده؟ هتسافري سويسرا وهتروحي المصحة اللي قالين عليها الدكتور عباس. يا ابني الحكاية مش استاهل. ارجوك يا ماما، الحكاية مش محتاجة المناقشة، احنا كلنا مطرحك استهانة. انا مش ممكن اسافر واسيبك ابدا يا هانم. انا ليا كلمة بسيطة. ما تقوليش حاجة يا بنتي، أنا فعلا ممكن أسافر. أنا هسافر يا أحمد، هسافر. أنا والله يا طنط ويلي ويلي كان الود ودي أسافر معاكي أوروبا عشان أخد بالي منك، لكن أديني هقعد هنا جنب أحمد، جنب حتة مني ومنك برضو. فيك الخير يا سي فتحي. تعال يا إيمان، عايزاك تعرف ان مفيش حاجة في الدنيا قدرت تخليني اسافر غير وجودك انت جنب احمد. خدي بالك منه، ما تسيبهوش ابدا مهما حصل، على الاقل لغاية ما ارجع انا، لان اراد ربنا. ايمان انا فكرت كتير ازاي اجازي الملاك الحارس بتاع ابني، ما لقيتش غير كتاب. يلا يا استاذ محمد. اشوفك بخير. مع السلامة. يلا يا استاذ محمد. مع السلامة. ميعادها جاي يا استاذ احمد. تقدري تاجليها دلوقتي؟ انا مش هعطلك على اللي انت فيه اكتر من 5 دقايق. قلت لك اجليها. يا استاذ فتحي. ايوه. ممكن توصلني المحطه؟ قوي. بس ليه؟ انا ماشيه من هنا. ماشيه؟ انا ما بقاليش لزوم هنا، المفروض اني امنعك عن اللي بتشربه ده. ما حدش يقدر يمنعني عن حاجه انا عاوزها. خلاص، لما تيجي حضرتك كمان تمتنع عن الحقن يبقى مفيش داعي لوجودي خالص. انت في بينك وبين الخمره طار يا هرسه ايمان؟ لا طار ولا غيره، انا مفيش بيني وبينها اي معرفه خالص. يبقى ازاي بقى تحكمي على واحد من غير ما تعرفيه؟ ها شفتي ايه رايك في الحجه دي يا احمد؟ انا مقنع، مقنع جدا، مش كده؟ انا مش محتاج اقنع حد بحاجه انا مقتنع بيها. بالعكس، انت محتاج تقنع الانسه ايمان انها تسمح لك بالخمره على اعتبار انها دواء. دواء ما وصفوش الدكتور، بالعكس حرمه. اسالي مجرد. الأستاذ فتحي بيطبق نصايح الست الكبيرة بإخلاص نادر المثال. الست الكبيرة على عيني وراسي، إنما برضو أنت عارف إن شرب الأستاذ أحمد للخمرة بيزعلها ويسبب لها المرض. اكتبي لها إنه بطل الخمرة وهي تطمن. أنا لا هكتب لها ولا حاجة، أنا كنت مكلفة بمهمة وفشلت فيها. اتفضل يا استاذ احمد. ايه ده؟ مصحف والدتك ادتهولي هديه، اتهيأ لها اني قدرت انجح في مهمتي معاك. ما افتكرش استحق. ماما ادتك المصحف ده؟ مش مصدقني. مش مصدقك ازاي وهو هديه مني لها؟ ايمان، واذا ترجيتك انك تقعدي، انت قبل عارفه يعني ايه ان اترجى اي انسان؟ انا مستعد اقعد بس بشروط. شروط؟ انا ما اقبلش. شروط بسيطة، أولاً تاخد الحقنة. أخد الحقنة. ثانياً. هو لسه في ثانياً؟ ثانياً تبطل شرب الخمرة. ما أقدرش.
طب ممكن تبطلها بالنهار وتشربها بالليل زي ما انت عايز. اخد الحقنة وبس. وايه تاني؟ واشرب بالليل. موافقة مؤقتة، بس ما تنساش اننا اتفقنا انك ما تشربش بالنهار. النهار ليا انا. والليل؟ الليل ليا انا. تسمح تفضل تاخد الحقنة؟ عن اذنك يا استاذ فتحي. ولا تحب تيجي معانا؟ لا لا لا، انا ما استحملش ابدا اشوف مسمار بيخش في ظهر اخويا يا حبيبي. يا ترى ما تعبتيش من المشي؟ ازاي بقى، في اجمل من المشي في الشمس والهواء؟ لما يكون بكامل حريتك. انما انا خايف لا تكوني زي اللي بيشرب شربة زيت قدام واحد علشان يقنعه انه يشربها. ظلمت نفسك، لازم تعرف انك كأديب كبير في ناس كتير تتمنى انها تتمشى وياك شوية. دول لو تعرفي ايه اللي بيجرى كل ما بتحاولي تخليني اثق في نفسي. ايه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى انه بثق فيك انت اكتر. ده لازم ابو الدهب. ابو الدهب مين؟ ابو الدهب ده حصان. احنا مش جنب الاستابل دلوقتي؟ ايوه. يظهر انكم معرفة قديمة. من زمان. ده حصاني الخاص، انا اخر مره ركبته فيها ايام ما كنت شباب. حضرتك بتقول شباب؟ ايوه. ما انت لسه فعلا شباب، انا ما اديكش عمر اكتر من 30 سنه. انا عندي بالظبط 32 سنه. يبقى عندي حق. ما تاخذنيش يا ايمان، انا اخر مره شفت نفسي فيها في المرايه كان من 5 سنين. انا نسيت انا شكلي. احنا دلوقتي ورانا الممر الطويل. ايوه. تبقى قدامنا الفسقية. غريبة، انا مش سامع صوت المية ليه؟ هما مش فاتحين الفسقية ولا ايه؟ ايوه مش فاتحينها. ارجوك يا ايمان تفتحيها، انا حاسس اني شايف الفسقية وصوت المية هيزود الاحساس ده عندي. بس ايه؟ أصل ايه؟ يا أستاذ أحمد، مبقاش في من اللي بتتكلم عنه ده غير أطلال. أطلال؟ أنا مش فاهم. أرجوك تفهميني وبلاش الكلام اللي كله ألغاز ده. الفسقية اللي أنت بتتكلم عنها ملهاش أي أثر. الطين والأعشاب غيرت ملامح كل شيء. مش بس هنا، كل الجنينة بقت غابة. إيد الإهمال مسحت كل جمال فيها. غريب. فتحي بيتفنن في انه يحرمني حتى من الخيال. معلش يلا بينا. قرأي. لا مؤاخذة، رجلي جت في نقرة. متأسفة يا أستاذ أحمد. حصل خير. على فكرة يا إيمان، حكاية أستاذ دي عاملة زي الطربوش على كلامنا، والناس بطلت تلبس الطربوش، مش كده ولا إيه؟ فعلا يا أحمد. اهو كده. امال روي فين؟ روي هناك اهو عمال يجري ويلعب. المره دي انا اللي كنت حار. بتهيألي احسن خلي ايدك في ايدي على طول. تحشني يا فني عاشر. اشمعنى هم؟ بنات البنادر غير بنات الفلاحين. بنات البنادر لهم قلوب وبنات الفلاحين مالهمش. بصي شوفي، زي ما يكون قلب كل واحد فيهم في كف ايده. ايدي كنا بفطومه. اوعى كده، روح كمل المهر وبعدين تعالى خدني كلي، مش ايدي بس. اخصى على تفكيرك الملاليمي. الحب يا فطومه اكبر من كده. الحب قدامك اهو اهو. افتكر احنا مشينا كفايه النهارده. انا مش حاسس باي تعب، حاسس بحاجه واحده. ايمان، يا ترى انت حاسه باللي انا حاسس بيه؟ قول انت الاول. حاسس اني جعان، جعان قوي. انا من سنين طويله ما حسيتش بالجوع ده. شفت التمشيه بتعمل ايه؟ التمشيه لما تكون معاكي. يبقى لازم تتعشى بدري. يبقى لازم تتعشي معايا. انا عمري ما كانت نفسي مفتوحه للاكل زي النهارده ايمان. ايوه. انا نفسي مش مفتوحه للاكل بس، انا نفسي مفتوحه للدنيا كلها. Thank you.
اوعى النار تلسع ايدك يا ابو عزت. ايه مالك مش واقف على بعضك ليه؟ ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابك جابني. بقالك زمان ما وديتنيش السينما في البندر. ربنا بعت لنا السينما لغايه هنا في العزبه. انت غيره منهم؟ انا غيره؟ البجاحه لها ناس صحيح. انا مش غيره يا ابو عزت. انا مكسوفالك. مكسوفالك وانت واقف كده قفاك يا قمر عيش. بتتحسر لانك مش طايل واحده فضلت اخوك الاعمى عليك. ماذا اقول له لو جاء يسالني ان كنت اكرهه او كنت اهواه؟ ماذا اقول اذا راحت اصابعه تلملم الليل عن شعري وترعاه؟ وكيف اسمح ان يدنو بمقعده وان تنام على خصري ذراعاه؟ احمد ها؟ اللي واخد عقلك اتهناب، انت مش معايا فعلا. يا ترى مين اللي واخدك مني من القرايه؟ شخص عزيز علينا كلنا. يبقى الهالم الكبير. هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ 11:30. ياه، انت تأخرتي قوي عن ميعاد نومك. ابدا لا، انا تعبتك معايا طول النهار، لازم تروحي تنام. مني ولا من القراية؟ لازم تسمعي كلامي اذا كنت عايزاني اسمع كلامك. حاضر، تصبح على خير. تصبح على خير يا أمي.
خوفتك مش كده؟ ايه اللي جابك الساعه دي في اوضتي يا استاذ فتحي؟ ما هو انت بالنهار ما بتبقيش موجود، انت مش بتديله النهار كله، يبقى الليل بتاعي انا يعني. هو انا لازم اعمل لك فضيحه عشان تبعد عني؟ اسمعي بقى، النكته لما بتتكرر بتبوخ، تقلي صنعه صحيح، لكن لما يزيد عن حده يبقى اسمه رزاله. انت جايه منين دلوقتي؟ مش من اوضه نور احمد اخويا؟ يعني خلاص انا بقى اللي ماليش نيه. انت تطلع بره تقصد الشر، انا عارف احمي نفسي منك كويس، انت كنت فاكر اني تكترك تبقى غلطان. انا بس مش عايز ازود همور اخوك. لا شجيع قوي، انت فاكره نفسك هتخوفيني؟ استاذ فتحي ثانيه واحده وهصرخ وتبقى فضيحه. ظهر انك حد قوي، تكونيش عايز تسبكيها يا بنت ونتجوز. طب بشرفي، لولا اني خايف على حبنا كنت اتجوزتك على طول. لكن انت عارفه بقى، المأذون بيدخل من الباب والحب بينط من الشباك. ومع ذلك نفكر يا جميل، بس بلاش التقليد. ها قلت ايه؟ قلت انك تتفضل، لحسن انا صبري خلص وحليم عليك اللي في البيت كلهم. انا عمري ما حد عصلك معايا بالشكل ده ابدا، تظهر الزو والسياسه مش نافعين معاكي. بقول لك اخرج. انا هخرج المره دي، بس دي اخر مره هخرج فيها من عندك وقفايا قمر عيش. كل عقدة وليها حلال، المرة الجاية مش هتفلت من ايدي ابدا يا جميل. خبيتك مش كده؟ تعمل ايه هنا؟ يا خيبتك مدوخاك ومورياك السبع دخان. تضربني كمان يا فتحي عشان بنت زي دي؟ تضرب ام ابنك عشان بنت زي دي؟ امشي روحاتك. ان خليت الدبان الازرق يعرف طريقها ابقى اعمل اكتر من كده. حد كان يصدق ان البركه اللي كلها طين واعشاب تبقى فسقيه جميله كده؟ ان الاطلال ترجع لها الحياه. انت اعدت الحياه والامل لكل حاجه هنا يا ايمان. انا حاسس دلوقتي ان نظري رجع لي، اني شايف كل حاجه حواليا. شايف؟ ايوه شايف. أنا شايف بيكي الدنيا والناس، وعلشان كده أنا متضايق. متضايق من إيه؟ متضايق علشان نظري هيروح مني تاني بكرة. اللي يسمعك كده يفتكر إني مسافرة مصر ومش راجعة، دي مجرد ساعات النهار بس وهرجع المغرب. أقول إيه بس؟ غلبتيني بحكاية الدادة دي، مش هقدر أقولك ما تزوريش دادتك. ده عيب، وكل سنة وأنت طيب. المهم إنك ما تأخريش عن المغرب. لكن طبعا مسموح لي إني أرجع قبل المغرب. ومسموح لك برضو انك تغيري رأيك وما تسافريش خالص. انت عارفة ان دي اول مرة تبعد عني من يوم ما جيتي واخر مرة. شبيك لبيك، عبدك فتحي بين ايديك. صباح الخير على عيونك يا جميل. فين استوى؟ سواء عيان، أنا اللي هوصلك، وهي فرصة عشان أعيد عليكي وأقدر أقدم لك الهدية المتواضعة دي. يمكن إيه ده؟ دي هدية كده على قد الحال. أستاذ فتحي ده النبي قبل الهدية. السلام عليكم. مؤاخذة، اتفضل يا استئمان.
بتعملوا ده؟ هوصلكم، هوصلك وانت بتوصلها. لما سي احمد عرف ان السواق عيان خاف على ست ايمان من سواقتك الخطرة، فانا هسافر معاكم عشان اعمل فرامل عند اللزوم. اتفضل. والله يا استاذ فتحي انت نسيت معايا حاجة. خليها معاك، ياخدها منك بعدين. معلش، شوف حد تاني يشيلها معاه. تفتكر ايه اللي اخرهم كده عم منصور؟ يا ابني الغايب حجته معاه، وانت عارف مصر وزحمة وقفة العيد. ايه الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي بقت اهي 11:05. هي قالت انها راجعة المغرب. هو المغرب اليومين دول على كام؟ على 5:15. يعني اتأخرت 6 ساعات. يبقى لازم في حاجة. اسمع عم منصور. افندم. انا قاعد محبوس في الاوضة دي ومش عارف ايه اللي بيحصل بره. ما هو فتحي بيه معاها. هو مخوفني غير ان فتحي وياها. قصدي سوقته يعني. هي ساعة بقت كام؟ حداشر وسبعة. انا قاعد والزمن بيجري. هات البلطة عم منصور. دي على فين يا فندم؟ معرفش. المهم اتحرك من العزبة، اعمل اي حاجة، ادور عليهم. كفاية الوقت اللي ضيعته. الحمد لله اهم وصلهم. لازم احاسب فتحي وعبد الماط يحسب عسير على التأخير ده. يا احمد في ايه؟ ايمان ما جاتش معاهم؟ لا دي مش عربيتنا، دي عربية الري جايبة المهندس بتاع المناوبة. تفتكر جرالهم ايه؟ انا حاسس ان العوائب سليمة ان شاء الله، بس ربنا بيمتحن اللي في قلبك. قلبي؟ ماله قلبي؟ اللي في قلبك ما ظهر وبان وعليه الامان. هو انت تعرف تخبي حاجة؟ طول عمرك اللي في قلبك على لسانك، بس ما كنتش فاكر ان فراق يوم واحد يعمل فيك كده. فراق؟ فراق ايه؟ فراق عبد المعطي وفتحي طبعا. ما هيكون فراق مين؟ دول لازم هم. فعلا المرة دي هم، انا هنزل اقابلهم. خدني معاك. على فين؟ اتقل يا سي احمد مش كده. على فكرة انت بقالك 5 دقايق ما سألتنيش الساعة كام. روي روي تستاهلي علشان اتأخرت فواحشتي جدا عن اللزوم. روي انا ما كنتش عارف اني غالي علينا الدرجات. انا ما كنتش اعرف انك غالي علينا كلنا الا لما بعدت عننا. الحمد لله على السلامة يا ايمان. الله يسلمك. ايه اللي اخرك كده؟ غصب عني، اليوم كله ضاع وانا بدور على دادا حليمه، وفي الاخر ما لقيتهاش. ما تصورش قد ايه انا قلقانه عليها. ما تشغليش بالك، بكره ابعت اسالك عليها في مصر. العموم دي اخر مره تنزلي فيها مصر لوحدك وتسيبيني وتسيبينا هنا نستناكي. يعني لو كنت عرضت عليك انك تيجي معايا كنت رضيت؟ الفراغ اللي حسيت اللي حسينا بيه وانت مسافرة يخليني ارضى. محلة ولعلك عشان تحرقي صوابعك تاني؟ لا، لك هدية معايا توفر لك الكبريت وترحمني من النار. ولعة ممكن تقبلها مني؟ انا من سنين طويلة محدش قدم لي هدية. ادخل. اوعى حاجه على مين؟ على مين؟ هاي اوعى تنزل يا عم منصور. تعال. ايوه اتفضلي يا ست الهدايا. ما خليتش حد ما جابتلوش هديه، اللي يسوى واللي ما يسواش حتى حكمه. الطوق. الله شكلك بقى فريحي قوي يا روي. ناقص لك كرافطه وتبقى عريس. اجري ورا الاستاذ العياء. تعالى يا روي. فوق فوق هنا. يا سلام يا سلام. ناقص لك عروسه يا روي. عروسه طيبه وحلوه
ومثقفة وبنت ناس. عروسة كلها كلها رقة ووداعة وحنية. والله انت بتتكلم بلسان يا عبد المعطي. يا ما نفسي افرح بيك يا روي، يا ما نفسي اسقي بايديا دول شربات في فرحك يا روي. انت بتتكلموا وتقولوا ايه؟ ولا حاجة، احنا بندم في مالطة. يلا بينا يا عم منصور. عقبال يا رب. عقبالي. وانت يا ايمان سمعت؟ اتفضلي انت كمان. على فين؟ تنامي، انت تعبتي قوي النهارده ولازم تستريحي. قبل ما اقرا لك زي كل ليله؟ مش ممكن. انا نفسي بيني وبينك عايز استريح بعد ما اعصابي تعبت النهارده لدرجه انك عايز تتخلص مني، مش كده؟ كفايه اني اطمنت انك هتقضي الليل في نفس البيت اللي انا فيه. وانت من اهل الخير يا ايمان. ده ايه يا روي؟ يظهر ان وحشتك فعلا بس مش عايز تسيبني اخرج. اذا كانت صحيح وحشتك يا روي سيبها تستريح، اللي يعز واحد ما يتعبوش. تصبح على خير. وانت من اهله. واحد من الفلاحين خد هديته؟ كله خد هدايا، حتى الاطفال في حجر امهاتهم كان لهم نصيب. يعني كل واحد خد هدية الا انسان واحد. انت يا ايمان اهديتي الكل وجه دورك. انا هديتي الحقيقية ان احس بكل اللي حواليا سعداء. على العموم انا فكرت بطريقتي الخاصة وجبت لك هدية. تبي انا هدية؟ كل اللي بتمناه انها تديكي شيء من السعادة اللي انت بتديها لكل اللي حواليك. عبد المعطي شبيك لبيك عبد المعطي بين ايديك. افتح يا سمسم. سيدة حليمة بنتي. ايه
بعدين دلوقتي يا بنتي، الحمد لله ان ربنا كتب لي اني اشوفك. ربنا يخليك يا احمد. احمد انت انسان كبير قوي يا احمد. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ايمان، ايه ده يا ايمان؟ ربنا يصونك يا ابني ويحميك لشبابك. والله انا كنت بدعي لك من ساعه ما بعت لي المرسال في مصر، حسيت ان الدنيا بخير. صحيح. اسمعي يا ايمان، لازم عندك انت ودادا حليمه كلام كتير عايزين تقولوه. خدي دادا وتفضلوا استريحوا شويه. مش عايزني في حاجه دلوقتي؟ انت عارفه انا ما استغناش عنك ابدا. انا هبقى ابعت لك. يخفي عليه. عقبال يا رب. عقبال. مش يصح برضو ان اكون اول واحد يعرف معاد الفرح؟ فرح ايه؟ حكاية ما بقتش سير. ده النهاردة الصبح الفلاحين بقت تقول للست ايمان عقبال ما نهديكوا يوم فرحكم. يوم فرحنا؟ ايوة فرحك انت وايمان. عبد المعطي سيبني دلوقتي، عايز اقعد لوحدي شوية. الله، جريح، انت عايز تهرب مني ولا تهرب من نفسك؟ سيبني لوحدي من فضلك، مش عايز حد يدخل علي، حتى ولو كان الحد ده ايمان. عادي خدي لك كاس وانت تعرفي. احمد ارجوكي كلامك اتكلمي زي ما انت عايزه، انما ايدك ما تتمدش على حاجه. مش معقول، انا مش مصدقه عليا. يبقى كان قلتهم احسن. انت بتقول ايه يا احمد؟ اسمعي بقى، مفيش داعي نستمر في التمثيليه السخيفه دي اكتر من كده. تمثيليه ايه؟ تمثيلية لا لها طعم ولا معنى. أنا مثلت عليك ومثلت على نفسي كفاية، ومش قادر استمر في التمثيل بعد كده. أنت مثلت عليا؟ كانت محاولة للنسيان، حاولت أنسى الأولانية بيكي وفشلت، واكتشفت إن طول الوقت كنت بخدع نفسي وأنا بتصور إني بحبك. أكثر من كده إن حبي لك كان وهم. أيوة وهم، وهما حطموا أول لقاء لي مع الماضي. أنت قابلتها فين؟ النهاردة جالي منها معايدة رقيقة وسؤال،
عايزة تعرف إذا حبت إنها ترجع لي بعد ما غرر بيها اللي خانتني معاها ورفض يتجوزها أقبل؟ يعني هترجع لها؟ أفتكر الجواب واضح. الجواب إن كل حياتي وعذابي كان مجرد فترة انتظار، انتظار لإشارة واحدة منها. المرسال اللي جه بدادة حليمة رجعت تاني مصر تقول لسعاد إن روحي رجعت لي بجوابها. أحمد، أنت مش عارف أنت بتقول إيه. إذا كنت هتبتدي محاضرة من محاضراتك فأرجوك تعفيني منها. أنا خدتك على قد عقلك كتير، ودلوقتي ما عنديش أي استعداد لأي نوع من المناقشة. وأنا ذنبي إيه؟ أنا اللي افتكرت في وقت من الأوقات إنك أني بحبك، مش كده؟ أي أنا نفسي فات علي يوم افتكرت فيه أني بحبك على طريقة وداويني بالتي كانت هي الداء، زي الطفل لما تنكسر منه لعبة يوم يجيبوا له لعبة جديدة. وكنت أنا لعبتك الجديدة، مش كده؟ على كل حال احمدي ربنا ان صرحتك بالحقيقة كلها قبل ما تنكسر اللعبة. انت متأكد ان اللعبة ما انكسرتش؟ انكسرت ما انكسرتش. انا ما فيش حاجة عندي ببلاش، انا حطيت 500 جنيه في البنك باسمي. 500 جنيه يا بلاش؟ اعتبريهم تعويض، اعتبريهم هدية. الفلوس دي انا مش همسها. بكرة لما تسافري من هنا هتغيري رأيك. انا مرضيتش اكتب لك شيك تقومي مقطعات لحظة غلط. بكرة هتاخديهم ولسان حالك بيقول اللي يجي منه احسن منه. كفاية كفاية يا استاذ احمد، انا مش هستنى لبكرة عشان اسافر، انا مسافرة دلوقتي. Thank you.
حبيت ولا تمنيت غيرك انت، غيرك انت يا حبيبي يا حبيبي. Thank you.
صلبك البرد لوحدك. لازم الحب. الحب هو اللي قايد في قلبك ومخليك مش حاسس بالساعة. خليهم يجهزوا العربية عشان تنزل بإيمان ودادتها مصر. العروسة نازلة مصر عشان تجهز ولازم منه. عقبالي يا رب عقبالي. إيمان ماشية من العزبة خالص يا عمار، مهمتها انتهت ومش هترجع تاني أبدا لأي سبب من الأسباب. إيه؟ أفهم من كده إنكم مش هتتجوزوا؟ أنت بتخرف تقول إيه؟ أنا أتجوز إيمان؟ ليه لا؟ مش قد المقام ولا إيه؟ ما تظلمنيش يا عبد المعطي، أنا هفهمك الحكاية وهتعرف إن عندي حق. الحكاية باينة زي الشمس، حضرتك خليت البنت تحبك وبعدين عايز تهرب منها بصنعة لطافة. أنا مش بهرب، أنا بفرج عن إيمان. حياة النبي يا شيخ تكلمني عربي. إيمان أكرمتني ودتني سنة من أجمل سنين عمرها وعمري، مش معقول أطلب منها أنها تقضي بقية حياتها مع بقايا إنسان، مش معقول ده يكون جزائها. أنت قلت الكلام ده لإيمان؟ لا. طب ما سألتهاش رأيها؟ برضو لا. ليه؟ لأني زهقت أعيش عالة على تضحيات اللي حواليا. كفاية أنا كنت حاجني على أمي وأنا مش داريها. أنا مش عايز المأساة دي تتكرر مع الإنسانة الوحيدة اللي شاركت أمي في قلبي. طب أقنعت إيمان إنها تسيبك إزاي؟ اخترعت لها حكاية طويلة عريضة، أقنعتها إن كنت بلعب بعواطفها طول الوقت. وصدقتك؟ يظهر إني كمؤلف لسه ما صدتش. ثم بعد كل ده أنا أرفض أدخل قلبها من باب الشفقة. إذا كنت أنت يا أحمد يا عاصم ما قدرتش تفرق بين الحب والشفقة في عطفة إيمان، يبقى اسمح لي أقولك إنك أعمى. مش كده يا عبد المعطي؟ الإنسان مش محتاج لعينين علشان يقدر يعرف بيهم الحب من عدمه يا أحمد. الإنسان محتاج هنا القلب، قلب بس. روح لها يا أمه وخليك معاها لغاية ما توصلها مصر، بس أرجوك ما تجيب لها السيرة. أنا شايف إن ده الحل الوحيد. أمه أوعدك. أوعدك بإيه؟ إنك ما تجيب لها سيرة الحقيقة. طبعا طبعا. ودي تيجي؟ ايه هو اللي خلاص؟ فك الشنط انت وهي ورجعي كل حاجة مطرحها. صاحب البيت هو اللي امر بكده، هو اللي مش عايزه. وصدقتيه؟ وايه اللي هيخليه يبدأ؟ انا اقول لك ايه اللي هيخليه يبدأ. انت قبل عارفة معزتك عندي قد ايه. اذا تعالي معايا سكتم بكتم، يعني من سكات، وهخليك تشوفي بعينك وتسمعي بودنك. تعالي. انا عبد المعطي الثاني عشر ابن عبد المعطي الاخ 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 الاخ. عبد المعطي؟ ايوه يا استاذنا. خلاص ماشيين؟ خلاص. ايمان ما قالتلكش حاجه؟ زي انها بتكرهني، بتحقد عليا؟ ابدا. ما كانش باين عليها الزعل الالم بتاتا؟ مش معقول. ليه بقى؟ كنت فاكر انها بتتعذب زي ما انا بتعذب. وانت عايزها تتعذب ليه؟ انا لسه كان عندي امل بعد كل اللي جرى، انه كان اهون عليها انها تعيش جنبي وانا اعمى من انها تفارقني. وليه ده ما يكونش حقيقة شعورها وانت جنيت عليها وانت مش دريان؟ انا طعنت روحي بنفس السلاح اللي طعنتها بيه عبد المعطي. محدش يا استاذ كان ضربك على ايدك. لما تحب حب كبير زي اللي انا بحبه الايمان
هتعرف ان كان لازم اعمل اللي عملته. احمد ايمان، ايه اللي جابك هنا؟ يا ستي كنت استني، كنت هخليه يقولها لك 20 مرة عشان تصدقي. ليه عملت كده يا احمد؟ ازاي ما قدرتش تعرف اني بحبك؟ ازاي ما حسيتش ان كل امل ليا في الدنيا؟ دايما تظلم نفسك وتظلم الناس اللي بيحبوه. لو تعرف اني ابتديت احسب عمري من يوم ما عرفتك، ما كنتش شكيت لحظة واحدة في حبي لك. الممرضة النبيلة بتتفانى في واجبها لاخر لحظة. الممرضة من دلوقتي مستقيلة من عملها، لكن الحبيبة مش هتتخلى عنك حتى لو تخليت انت عنها. اللي محيرني ازاي وانت قديم بتوصف ادق المشاعر، ازاي تبقى محتاج لدليل على ان انسانة بتحبك. عمر الحب يا احمد ما كان يتوزن ولا يقاس. الساعة دواء يظهر اني جيت في وقت غير مناسب. مالك يا فتحي؟ مصر عملت فيك كده ليه؟ اللي عمل فيا كده مش مصر. طب تعالى اطلع اوضتك استريح. مالكش دعوه بيا. بقول تعالى بس هقول لك. مالكش دعوه بيا. طيب انا لازم اطمن الاول على اخويا وعلى مزاج اخويا. انا شايف النهارده مزاجك رايق قوي يا احمد. جرايه يا فتحي، طريقتك في الكلام غريبه قوي. فوت يا احمد، النهارده عيد وانا شايف انكم عيدين على الاخر. انا كمان لازم اعيد، لازم اشرب ومزمز. حد حيشك؟ عندك ازازه ويسكي بحالها جوه. تشكر يا احمد، اتحلت مشكله الشرب، يبقى ناقص مشكله المزه. يا بنت خش، مش حالة ما كنت شايفك بعناية مع الأعمى، على الأقل هو مش ممكن هيشوفنا مع بعض. خدي 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 اشرب، خدي اشرب المال، ما تقوليش مزاجي. خدي صمم انك تشربيش. طب اشرب. انا اخرج بره، بقول لك اخرج بره. اذا ما كانش عندك ضمير خلي عندك حق. ادخلي الحمام مش زي اخوك. لازم تدخلي ليا، انا بحبك. ممكن تحبيني بس تبقى ازاي؟ افرط. تظهر مش هتيجي الا بالعافيه. ما هو تصوتي تصرخي. هتروحي مني فين؟ ما هو مش هتفلتي من ايدي ابدا. لو تقدمت مني خطوه هتعملي ايه؟ ايه ده يا شرطه؟ اطلع بره احسن. تعالي انت يا حرك.
ما حدش يعصى علي ابدا. يا حضرات المتشارين، إن النيابة عندما تطالب برأس هذه الأفعى الرقطاء الماثلة أمامكم إنما تناشد عدالتكم ألا تأخذكم بها شفقة ولا رحمة. إن هذه القاتلة الأثيمة التي تتوارى وراء قناع من دموع التماسيح قد رسمت خطتها الجهنمية بدهاء لا يبارى وببرود أعصاب ينم عن قسوة تكاد ترقى إلى مرتبة الاحتراف. فلقد كان القتيل البريء هو العين الساهرة على مصالح شقيقه والعقب الكؤود في نظرها دون السيطرة عليه ونهب مصالحه. فلما خابت آمال القاتلة الباغية في الاستيلاء على قلبه استدرجته إلى مكانه، ثم دبرت أمر قطع التيار الكهربائي عن القصر كله، ثم ارتكبت جريمة، ثم أقدمت بعد ذلك وفي جرأة غريبة يا حضرات المستشارين على الصراخ والولولة للتمويه على العدالة وتضليل العدالة. ولكن يا حضرات المستشارين، هل تستطيع الدموع أن تصمد أمام الدليل الدامغ الماثل في السيخ الذي ارتكبت به جريمتها فانطبعت عليه بصماتها وغمس في دماء ضحيتها؟ يا حضرات المستشارين، إنني أترك لكم هذا الدليل المادي الذي ضبط في مكان الجريمة ليتحدث إليكم بأبلغ مما تتحدث به الكلمة. فليكن حكمكم درسا رادعا لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على الأرواح البريئة الآمنة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة إيمان عبد الرازق بالإشغال الشقة المؤبدة. إيمان، أحمد كان لازم تبعت لي من ساعتها. انت حرمتني اني اقف جنبك وجنبها. انا لاخر لحظه ما كنتش فقدت الامل في انها هتطلع بريئه. ما خطرش على بالي ابدا ان هخرج من المحكمه من غيرها. الله يرحمه، كان مؤذي وهو حي ومؤذي جدا وهو ميت. انا لو يحكموني كنت اديتها مكافاه عشان قتلته مش تقبيله. حتى انت يا عبد المعطي بتعتقد ان ايمان قتلت فتحي؟ وفيها ايه، واحد حاول يعتدي على شرفها اضطرت انها تموته عشان تحمي نفسها. اي حد الا ايمان. لو كان اللي قتل فتحي لازم يكون واحد من اتنين، انا او ايمان، فتأكد يا عبد المعطي انه انا. اللي قتل فتحي يا ماما واحد من البيت، واحد مننا، وهو بيسخر في قرارة نفسه دلوقتي مني ومنكم، وانا قاعد عاجز مش قادر اعمل حاجة غير ان اتكلم واتكلم واقول مش معقول مش معقول مش معقول لغاية ما اتجنن. مش كده يا احمد، ارحم نفسك. مش قبل ما القى الحقيقة. كل دقيقة بتمر علينا قبل ما نعرف الحقيقة بتدفعها ايمان من عمرها في السجن. القاتل من هنا. قولولي مين ما كانش بيكره فتحي؟ قولولي مين ما بيعتبرش ان نهايته دي كانت ثمن طبيعي الاعمال وتصرفاته؟ قولولي مين ما عندوش اكتر من سبب يدفعه للتخلص من فتحي؟ جرى ايه يا احمد؟ بتصنت على ايه؟ في حد كان بيحاول يسمعنا
وكلامكم نبهه فمشي. سمعتوا الخطوات؟ ابدا يا ابني. لا في لا خطوات ولا يحزنون. انا متاكد من اللي بقوله، ودي مش اول مرة اسمع فيها صوت الرجلين اللي بتمشي دي. انا من ساعة ما رجعت العزبة وانا حاسس ان في حد بيراقبني وبيعد علي حركاتي وتصرفاتي. لا حول ولا قوة الا بالله. امال احنا ما بيتهيألناش حاجات زي دي ليه؟ حاسة السمع عند الاعمى اقوى منها عند اللي بيشوف. طب بس يا ابني كفاية بقى الليلة دي. ايه هو اللي كفاية يا ماما؟ انت ما بترحمش نفسك ولا اعصابك. لازم تنام، لازم ترتاح. ارتاح؟ انا مش ممكن اعرف طعم الراحة قبل ما اعرف السر اللي بدور عليه. انا لو عرفت مين صاحب الخطوات دي هبقى لقيت المفتاح. ان شاء الله هتلاقي دستة مفاتيح، بس الصباح رباح. يا استاذ، عبد المعطي. نعم. انا قررت استأنف. هو احنا قد... انا لا يمكن اسيب ايمان تقعد مؤبد في السجن. بس هتطعم في الحكم طول ايه؟ اطلب لي المحامي عبد المعطي وتفضلوا انتوا ناموا، انا حنام بمجرد ما تجيلي المكالمة. حاضر. الو الو، ايوه انا، ايوه سنترال، بس بسرعه من فضلك، انا مستني على التليفون. ما تخافيش يا ستانم، ده جرح بسيط.
راسه مصفحة ما تتكسرش بسهولة. تعال تعال يا أحمد، تعال خش على أوضتك. تعال تعال يا أحمد تعال. ألغي المكالمة يا عبد الله واطلب لدكتور المركز بسرعة يا عبد المعطي. ما فيش داعي يا ماما. بصت ازاي؟ هات لي قطنة وسبرتو يا عبد المعطي. ألو، ألغي المكالمة يا عبد الرسول. أيوة ألغيها. تصبح على خير. أنا خلاص كنت همسك المجرم الحقيقي. كنت سامع أنفاسه، دقات قلبه، لكن مصيبتي عماير، ده اللي خلاه يفلت من إيدي. أنا عمري يا ربي ما كنت محتاج له نور في عينيا زي النهاردة. أنا مش محتاج له علشان أشوف أي حاجة، مش محتاج له علشان أشوف حتى إيمان. أنا محتاج له علشان أشوف الإيد اللي قتلت وسابت إيمان تدفع تمن جريمة ما ارتكبتهاش، وبعدها احرمني تاني من عناية من حياتي. سيبيني يا ماما اتكلم زي ما انا عايز. انا لما اتكلم وخطرف احسن ما اسكت واتجنن. ربنا يا ابني يريح بالك. ايه يا عيالي؟ بل هداهم من قلب عمره فات الأمل ولا الإيمان بك. واللي في قلبك باين في عينيك. احمد انا عايز اتاكد انك فتحت. فاكر زمان؟ فاكر يلا يلا. أستاذنا الشاي.
هرما يا ماما. جمعا يا حبيبي. ان شاء الله كلنا في زيارة رسول الله. الست هانم وانت والست ايمان وانا وفاطمة. يا سلام، ده العزبة بكرة هتفرح قوي لما هتعرف الحكاية. اذا العزبة عرفت يا عبد المعطي، ايمان مش هنكتب لها ابدا انها تكون معانا. ازاي بقى؟ دي جامدة عليا شوية. انا فكرت كتير ولقيت حل يمكن يساعدنا. ايه؟ مش لازم حد يعرف اني فتحت، ده لازم يفضل سر بيننا احنا التلاتة. حد يقدر يكتم فرحة زي دي في قلبه يا ابني؟ يا ماما، المجرم اللي بيتجسس عليا لو عارف اني فتحت هيبطل يتجسس عليا، لكن اذا كان معتقد اني لسه اعمى هيتخلى عن الاحتياط، وفي الحالة دي مش هيفلت من ايدي لاني هشوفه واعرفه. خدت بالك انا اقصد ايه يا ماما؟ ايوه يا ابني. عشان كده ارجوكوا مش عايز حد يعرف ابدا اني بقيت اشوف تاني. امرك اللي تشوف انه مصلحه يعمله يا احمد. ماما انت تعبتي معانا وما نمتيش طول الليل، اتفضلي استريحي انت. لحقت زهقت مني يا اخي؟ ابدا يا ماما، بس انا لازم اخرج دلوقتي. تخرج دلوقتي؟ تروح فين؟ او في نادر ازور ابر والدي. وانت يا عم معطي؟ نعم. هتيجي معايا انت وروي، المفروض اني لسه اعمى. عن اذنك يا ماما. ربنا يوفقك لما فيه الخير يا احمد. انا رايي ان ايمان لازم تعرف انك بقيت تشوف يا احمد. لازم تسافر لها، ده هيخليها ما تشعرش بعذاب السجن ولا بعذاب الظلم. انا مش هتنقل من هنا قبل ما اكتشف الشخص اللي بيراقبني. طب افرض ما اكتشفتوش؟ يبقى مش هسافر اشوف ايمان. والله امرك عجيب يا احمد. انا ما اقدرش اول مره اشوفها، اشوفها سجينه ورا القضبان. طب ممكن اروح ازورها انا والست الكبيره وناخد لها روي معانا ونفرحها بخبر ان ربنا شفاك؟ زي ما عجبك. طب تسمح تمد بقى عشان نلحق نرجع لك قبل اخر النهار. روي 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 بيعمل ايه؟ روي روي غريب، هو بيفحت في الارض كده ليه؟ الاغرب انك بتندهله وما بيجيش. لازم في حاجه. ايه ده؟ دي فوطه مدفونه في الارض. شوف ايه اللي عليها؟ ده دم. دم؟ اي والله ده دم. عارف معنى كده ايه؟ الفوطه دي لها صله بالجريمه. ايه؟ تفتكر؟ فوطه وممسوح بيها حاجه كان عليها دم ومدفونه جنب القصر. تفتكر ده ايه؟ لكن فوطة مين دي؟ ده هو السؤال. طب هنعرف فوطة مين دي ازاي؟ ننشر اعلان في الجرايد؟ الحكاية دي بقى على الاخ روي. احنا هنرجع روي لماضيه، ايام ما كانت صوره واخباره مالية الجرايد. روي ممكن يوصلنا لصاحب الفوطة. قصدك يشم الفوطة ويدلنا على صاحبها؟ ايوه. طب ما هو بالشكل ده ممكن يقفشنا نلقلنا اللي ماسك الفوطة. لا، احنا هنخبي الفوطة في مكان بعيد عن القصر. ايوه. انت مثلا تروح بيها مشوار لغاية أبو حمص. أيوة. وفي الحالة دي روي هياخدنا لصاحبها الأصل. أه. لأنه هيروح على أقرب حاجة فيها ريحة الفوطة. آه. يلا يا عمار. يلا. Thank you.
مين؟ أحمد. عزيزة يا أستاذ أحمد، يلزم خدمة. حكمة، أنا عايزك في حكاية مهمة خالص. ممكن أدخل؟ طبعا طبعا. تسمحي تاخدي إيدي لأقرب كرسي؟ أنا أصلي عمري ما دخلت أوضتك. اتفضل. مش طايق أعيش هنا بعد كل اللي حصل، وناوي أسيب العزبة وأسكن في مصر على طول. يا ترى ممكن تاخدي بالك من كل حاجة في غيابي؟ لك حق يا أستاذ أحمد، فعلا
العيشة هنا بقت وحشة قوي بعد صعبان عليكي اللي جرى الفتحي. العيش والملح ما يهونش إلا على ولاد الحرام. وإيمان إيمان منها لله بقى. كل واحد منه لله. أسيبك أنا بقى، بس ما تنسيش توضبي لي الشنطة عشان مسافر بكرة. مع السلامة يا أستاذ أحمد. حكمت أفندم. الحاجة دي تخش. أنت لقيتها فين؟ روي لأحمد فونة في الجنيه. لا مش بتاعتي. إيه ده؟ والصورة دي مش صورتك؟ عبد الوهاب قال إنها صورتك، وعقد الجواز ده وبقيت صورك ومستنداتك اللي في الصندوق مش بتاعتك يا مرات اخويا. لكن قولي لي يا حكمة، لما قتلت فتح سبت ايمان تخش السجن ليه؟ انا ما قتلتوش. انت اللي قتلتيه يا حكمة مش حكمة. اهدي. انا بكره الصبح اروح للنيابه واسلمها كل الادله والمستندات دي. نيابه؟ ايوه يا مجرمه، علشان تقضي بقيت عمرك في السجن. ليش ليه؟ انت فين؟ ما بترديش ليه؟ هرد عليك حالا يا استاذ احمد. انا لازم اعيش، لازم اعيش عشان ابني، ابني اللي ملوش حد غيري. انا قتلت اخوك علشان خاطره، وحقتلك انت كمان يا ترى. هو ده الشيخ اللي قتلت بيه يا حكمة. خدوا عليه.